الفنان هشام اسماعيل الشهير بفزاع، طبعا كلنا عارفين ادوار كتيره جدا، بس النهارده طبعا دوره في الاستوديو مختلف. زي ما قلت لحضراتكم، منتخب مصر امبارح شرفنا، واخيرا بصراحه اخيرا شرفنا وانتقل الى دور الثمانيه، والفرحه كانت كبيره وحلوه جدا. وعلشان كده احنا قررنا النهارده استوديو تحليلي، كابتن شفكي وكابتن هشام اسماعيل. مساء الخير يا كابتن. مساء الخير يا كابتن. احنا النهارده هنتحدى كل الكباتن بتوع الرياضه. لا الموضوع الناس كبير. هتعرف ان في فرق كبير يعني. طيب، اولا يعني انا عارفه خفه دمك، وعارفه ان انت يعني وقت من اول المباريات وانت شغال على السوشيال ميديا جامد. انا بصراحه ما كنت شلت ناس وحطيت ناس كنت مستنكر جدا اداء المنتخب، بصراحه مش عاجبني خالص. فانا لما بكون متضايق من يعني من الفريق اللي بشجعه اللي هو الزمالك او منتخب مصر، بحب اخش حتى الاهلي لو لعب وحش، يعني في كل الاتجاهات اي فريق يلعب وحش لازم مديله بوست كده في السخريه اللذيذه يعني. ايوه بالظبط. فكنت ماسك في منتخب مصر، بصراحه مش عاجبني خالص اللي حصل في ماتش نيجيريا، كانت حاجه بهدله يعني، وكان وحش قوي الاداء. وبعدين دخلنا على غينيا، على سوري الماتش اللي بعده السودان. لا اللي بينهم دي كانت ايه، مش والله منسيتها اسمها، غينيا بيساو. صح، غينيا بيساو، دخلنا عليها لعبنا برضو اوحش، بس كسبنا الحمد لله بجون صلاح كده ربنا كرمه. احنا كسبنا في المرتين على فكره. والسودان كسبنا 1-0 برضو. أيوة. بس اداءات مريبه والمراكز في غير مراكزها، والكابتن كروش لا بس كان الشناوي في مكانه. الشناوي الحمد لله في مكانه الحمد لله يعني، والحمد لله كان يعني ده هو الحمد لله الوحيد اللي كان يعني في الرمق وكان بيقول يعني. فالحمد لله اللعيبه يعني امبارح بصراحه كانوا رجاله جدا كلهم، دي حقيقه، ووفقوا جدا في الماتش، والراجل لاعب كويس. احنا بتوع الوقت الصعب. بس لسه بدري يعني، مش عايزين نفرح بالفرحه دي لحسن، بس خلينا نفرح شويه. انا يعني فرحنا يوم، عارفه دايما في المباريات نتكلم كلام رياضيين، ما هو حلو احنا هنفرح النهارده الخميس. في كليشيه بيتقال كده لما الرياضيين بيكسبوا ماتش، قال لك هنحتفل النهارده ومن بكره نبدا الاستعداد لمباراه المغرب. عايزين نعمل هم بقى يبداوا، انا وانت احنا نقعد نحتفل بس. طيب بص معايا على الصوره دلوقتي حضرتك استوديو التحليلي. الصوره دي اولا كابتن هشام اسماعيل. ايوه فندم. يعني انت زملكاوي نوعا ما، فاحنا هنعدي دي لانه مش مفروض نقول الهويه. لا عادي، ليه؟ لا انا مقضيها. طيب عايزه اقول لك حاجه، يعني الصوره الاولانيه. أيوة. المنتخب لابس ابيض. مظبوط. تفائلت انت بقى بالحكايه دي قوي؟ مش عشان الزمالك والله، بس منتخب مصر بيلبس ابيض او بيلبس اخضر. ايام كنا بنلبس اخضر زمان، بحبه لما بيكسر الحاله بتاعت الايه، الاحمر مش ماشي يلا نكسر بقى. لكن طبعا في كل الاحوال هو اللعب الكويس هو الاساس. بس لما يعني مثلا كان لنا انتصارات تاريخيه مثلا بالابيض، كاس امم 86 كسبانينها بالابيض في النهائي، كسبانين ايطاليا في كاس القارات بالابيض، فكان برضه انت عامل يعني عامل رصد للون الابيض. ده انا قديم قوي، ده انا فظيع. فاحنا دلوقتي اول توصيات في لكابتن كيروش، بس مش عارفين برضه هما بيلبسوا طبقا للفرقه الثانيه، يزود الابيض. يزود الابيض. احنا عندنا يعني المغرب احمر فنلبس. احنا ابيض برضه، نلبس احنا بس ابيض. عاده بيعملوا قرعه او حاجه، ممكن المغرب تلبس اخضر واحنا احمر، بس ليه نبوظ يعني؟ ماشيين حلو. فاحنا الابيض قرفته ماشي، تزويد الابيض يعني، دي نزود الابيض شويه، ممكن طيب نزود. انا عايزه نرجع يا جماعه على صوره المنتخب عشان تقول لي يعني تقييمك لاداء المنتخب. انا بقول لحضرتك المنتخب اهو موجود داخلين اهو. انا عاجبني صلاح، عاجبني انا بحب صلاح جدا بجنون يعني. بحب طبعا صلاح من سنه 2012، من لما راح بازل السويسري، وفضلت متابعه، عارفه اللي هو هنيدي في فيلم المنسي، انا قافل. أيوة. الورشه وماشي ورا صلاح في كل حته. أيوة. يعني فضلت ماشي ورا صلاح. هو كمان اهو بيشاور عليه. انا بحب صلاح جدا جدا. هو كمان بيحب، بحبه مش فكره انه لاعب موهوب ولاعب شاطر، كمان اولا انسان مصري مكافح جدا. انسان مصري عنده ذكاء واستفاد من الخبرات اللي خدها في اوروبا وتطور وتاقلم معاها. صحيح. وكل مدى طيب يزيد. انا هقول لك حاجه، بما اني انا يعني انا هنا المذيعه برضه في استوديو التحليل. صلاح امبارح كان ليه يعني علق الحقيقه، وانا عجبني التعليق جداً. اول امبارح علق وقال انه يعني مش مبسوط في المنتخب ان بقى في فكره أهلي وزمالك. اهلي وزمالك يعني، مزبوط. وانه ده من نادي كذا وده. صح. من نادي كذا، وقال لك دي عمرها ما حصلت، احنا منتخب، المنتخب اهم. صح. انا عجبني كلامه. إيه؟ عجبني كلامه جدا. بقول لك حضرتك اول امبارح اثر فيا الكلام، رغم ان انا ما حدش بيأثر فيا خالص، ما عنديش اي احساس. فلما صلاح بصراحه اثر فيا قلت لا والله الدمع هتفرق، الراجل بيتكلم صح، عيب يعني، ماسكينها اهلي وزمالك، واصله ما خدش قفشه في الاهلي، واصله ما خدش طارق حامد، ومسكنا في حاجه ضيقه قوي. بالزبط. وبقينا نشجع فعلا اللعيبه زي ما هو بيقول. لا احنا بنشجع اللعيبه يا جماعه، ده بتاع الزمالك فشجع، لا بنشجع مصر، ده بتاع الاهلي فشجع. فعلا. وساعات الواحد بقى انا بتكلم بامانه، كنت بقفش نفسي ساعات متلبس،
ان مثلا الشناوي دخل فيه جون مش عارف عامل ازاي، يقول ها ها هو دخل في الشناوي. الله، طب انت ما منتخب مصر يا جماعه، طب قول لي الصراحه ما قلتش انت كده في اي حاجه؟ ما انا بقول لك قفشت نفسي متلبس في لحظه في ماتش نيجيريا انت مثلا. كنت متلبس يعني اذا صلاح كان بيشاور عليك، كان بيشاور عليا جدا، حسيت ان هو بيقرا بوستاتي مثلا، وقال السخريه من اللعيبه بتحبطهم وبتوصل لهم. فعلا بدات اخد بالي ان انا كممثل لما حد بيتريق عليا او على شغلي بيقول لك ما تعملهاش تاني، لا ومبسوط مني اهو بيقول لي خلاص انت كويس بقيت كويس. فعلا السخريه من ممثل مثلا في عمل بتخليه يحبط. تخيل لعيب الكره على الهوا عنده ماتش جاي كمان، يعني طبعا انت بتعمل توصل له طاقه انه وحش، بس قد يكون السخريه اللاذعه دي وصلت لهم طاقه، لا نسترجل ونجمد ونطلع طبعا لانها موهبتنا. بص السوشيال ميديا دلوقتي بتوصل للناس. صح. احنا هنرجع تاني لصوره المنتخب ونعمل كلوز اب على شخصيه تانية. اوكي. يعني كل الناس على النني. النني كان عظيم امبارح، انا بصراحه من الناس النني واخد رجل المباراه. بعتذر له بشكل شخصي، لان انا فعلا كنت سألت بعد ماتش السودان هو النني بالظبط دوره ايه في الملعب؟ انا مش فاهم، حاسس انه بيجري طاقه مهدره. امبارح فعلا كان في كل كوره، كان اولا صمام امان في الدفاع فظيع، كل كوره ورا الخط الوسط كله، يعني كان بيدافع ورا دفاع مرتين، وفي الهجوم كان بينقل الكوره لقدام. شفت مره النني زمان في الارسنال بيلعب ماتشات عامله كده، بس بعد كده فجاه لقيته حسيت انه بيباصي الكوره ويجري، باصي الكوره ويجري، بعدين ملوش دور. لا امبارح كان عظيم، ولولا النني امبارح فعلا رجل المباراه، لولا النني امبارح ما كانش فيها هجمات بتوصل حقيقيه لجنة. فانت هنا كور عاليه بتاع، يعني بترجع يعني جايزه انا فرحان له جدا، فرحان كده احب يعني ان انسان يخرج من الحاله. عايز اقول لك كمان امبارح والده يعني كان موجود على محطات كتير جدا، وكان بياخد التحيه بقى لانه هو ابنه، الناس كتير اتكلمت. والده كان لاعب كوره كمان، فهو متقدر فكره انك انت تبقى الناس كلها بتهاجمك وبعدين تاخد حقك بقى. هو واقف وهو جاب حقه بنفسه في الملعب، يعني حاجه جميله بصراحه. احسن لاعب، لا حاجه جميله، وجاب حقه في الملعب فعلا يعني. طيب هل انت شايف انه رد فعل برضو يعني تقدم المنتخب الهجوم اللي حصل عليهم، وبرضو كيروش يعني ارى كده الدنيا والناس بتقول ايه؟ ولا وارد؟ والله وارد، لان صلاح بقول لحضرتك ذكي جدا، انا شايفه قائد المنتخب من اكتر واهم واجمل كباتن المنتخب، قادات المنتخب اللي جم في الفتره الاخيره. ليه؟ اولا اسم عالمي ومن احسن 3 لعيبه في العالم، وراجل عنده شخصيه وتاثير في العالم كله، ملهم للشباب طبعا. فما يطلع يقول لنا احنا كجمهور الكلام ده، واضح ان هو قاري اللي بيحصل على السوشيال ميديا، وجاي له ريبورتس يعني من كل الاصناف البشر ان بيتقال علينا كذا وكذا وكذا، فنقل ده للعيبه بطريقته ونقل ده لينا بطريقته، واعتقد ان هو بيدي حافز ايجابي للعيبه. طب انت خدت بالك كده برضو من يعني ضربات بقى الركلات الترجيحيه والبلنتيات اللي احنا شفناها؟ انا بحب ضربات الجزاء، وبنتي عندها 6 سنين من اول ماتش عماله تقول يا رب يلعبوا ضربات جزاء، يا ستي عايزين نكسب وخلاص. طيب بحب ضربات الجزاء قوي يا ستي. طب انت يعني ناس كتير او يعني تم التعليق بانه صلاح هنتكلم على ابو جبل لوحده، ده ليك مكالمه يعني كلام لوحده. بس يعني الصد اللي حصل لضربات ومين اللي هيلعب ومين اللي هيلعب الضربه دي، يعني كان بيقال ان صلاح كان ككابتن يعني واقف هو ليه، كان ليه راي كبير في مين اللي هيبدا يعني. انا في حته ضربات الجزاء عندي راي كده، مش مقصود بيه حاجه والله، بس انا كنت يعني سبحان الله الشناوي لما اتصاب قلت دي يعني علامه من ربنا ان شاء الله هنكسب بضربات الجزاء. صدق انا قلت نفس العلامه، قلنا هنكسب بضربات الجزاء. ليه؟ كان زمان بيحصل حركه تبديل كده ايام الزمالك زمان، ان ايه كابتن حسين السيد يخرج ينزل نادر السيد يصد ضربات الجزاء، وابو جبل فعلا في ضربات الجزاء مميز نوعا ما، مميز يعني لينا سوابق معاه في فريق الزمالك بيكسب في ضربات الجزاء، قوي عنده سنس. فلما لقيت الشناوي اتصاب اترعبت، قلت يا نهار ابيض، طب والنص ساعه اللي جايه هيحصل ايه؟ ده الشناوي جوه الملعب وموده عالي وتركيزه عالي طبعا، وكنا خايفين وابو جبل هينزل من العدم يعني ما لعبش ولا ماتش. بس ايه رايك في الصوره دي؟ اديني تعليق. عظمه، انا شفتهم هما الاثنين بيتكلموا بعد الماتش كنت فرحان جدا. وفعلا بدات انسى فكره مين اهلي ومين زمالك، فعلا ما بقتش حاسس غير ولاد مصر. ما هي الصوره هي ولاد مصر بجد، الصوره بتقول منتخب، دي صوره بتقول لا رجعوا لنا الروح، احنا المنتخب يعني رجعوا لنا الروح، مين اهلي ومين زمالك يعني. لا فعلا ما حسيناش باهلي وزمالك، هما الاثنين اتلغت يعني كل اللعيبه امبارح اتلغت الحواجز، احنا مصريين عايزين مصر تكسب، دي كانت احلى حاجه امبارح. بالظبط. طيب انت شايف انه كمان ده كان يعني اختبار جيد جدا لابو جبل، انه اتحط في وقت صعب واتحط قدام مهمه صعبه. كان في حد من الكباتن في استوديو تحليلي من 3 4 ايام طالب، كان كابتن طارق يحيى ربنا يديله الصحه اعتقد، قال انا ابو جبل نفسي ينزل ماتش السودان، قال كده يبدا الماتش. فكانت قالوا طب ليه؟ الشناوي ماشي كويس. قال لهم الشناوي ماشي كويس وانا ضامنينه خلاص، يعني سيفناه على انه فرصه ندي ابو جبل ندي ابو جبل قد يحصل حاجه. وحصلت الحاجه، يعني لو كان ابو جبل فعلا واخد ماتش السودان كان برضو رجله في الملعب، بس هو ما شاء الله واضح انه كان هو تركيزه عالي ورجله في الملعب، وكابتن عصام الحضري شغال معاه كويس، شغال نزل كانه كان هو من اول على فكره بيلعب البطوله كلها. طب الصوره دي انت عارف بتاعت ايه؟
في كورنر اترفع كده. لا دي اول صده. اول صده في واحد دخل بدماغه اللي هو ولما خد الصده دي الناس كلها قالت خد الثقه. خد الثقه صح. صد يعني صد بعدها كره حلوه قوي اللي طلعها من المقص دي، كانت كره حلوه قوي لان فعلا واضح ان هم نازلين كلهم تركيزهم عالي الماتش ده كلهم. فابو جبل ما حسسناش ان الشناوي خرج. احنا كمان عندنا يعني المصور العظيم فريد قطب يعني مصور شويه لقطات حلوه جدا لابو جبل، واللقطات الحقيقه كانت يعني معبره جدا، وهو يعني بيصد الكوره من كذا مكان. هو برده يعني شناوي شال ثلاث تجوان اربع تجوان برده في الماتش. شناوي عشان بس بكون مديله حقه شال ثلاث اربع تجوان اجوان يعني ما تتشالش. وواحد هداف اللي هو اياكس ستيفن هالر سبيستيان هالر ده راجل عملاق اصلا طول بعرض بتاع كوت ديفوار بتاع اياكس امستردام شال منه تلات كورتين ما يتشالوش يعني. ايوه بس احنا على فكره احنا ممكن نكسب قبل الاكسترا تايم. احنا ضيعنا كوره غريبه من تريزيجيه يعني. تركيزه انا بس بلوم على تريزيجيه. أيوة. نتقل كده عند الجون لسه الكوره يا تريزيجيه انت راجع من اصابه طويله. وكان ممكن بلاش انت نكسب في الاكسترا تايم. بلاش انت تفنش يعني ملعيب بيرجع من الاصابه بيقول باصي كتير عند الجون. كان جنبك مصطفى جنبك صلاح جنبك النني باصي مش لازم كل الكره تحطها انت. لسه السويرب او اللفه دي ما بتجيش معاك لسه ما جتش. خلاص والله هم هياخدوا الكلام اللي ارجوك يا كابتن تريزيجيه نهدى شويه عند الجون جنبك واحد. طيب تعالى كده يعني اولا انت متفق معايا ان اللقطات اللي اتخذت لابو جبل حقيقي كانت حلوه. جميله. معانا مصور فريد قطب ومصور الركلات الترجيح والحقيقه كانت حلوه جدا وكل واحده كانت مميزه. فخليني امسي عليه. مساء الخير استاذ فريد. مصورنا الفنان فريد قطب مساء الخير. اهلا بحضرتك نور. يعني انا بجد عجبني جدا اللقطات اللي انت اخذتها وقلت ازاي قدرت تعملها بس يعني في الوقت ده وبالدقه دي. ومعايا كابتن هشام اسماعيل على فكره في استوديو التحليلي بتاعنا. ازيك يا استاذ فريد؟ بشكر حضرتك وكل الكباتن. اهلا بيك. الحمد لله بخير والله. اولا طبعا انا بحب اهني طبعا الشعب المصري كله على الاداء العظيم بتاع منتخب مصر، والحمد لله يعني تاهلنا يعني الدور القادم وان شاء الله ربنا يكرم بقى نوصل النهائي ان شاء الله. انا بس حابب اوضح ان الشوط دي نفسها انا ببقى يعني الحمد لله عندي في حته ان انا ادرس نفسيه كل حد بصوره. فطبعا لما صور منتخب بلدي فلازم اكون مركز قوي مع اللعيبه. بس انا عرفت ان انت اخذت الشوطين يعني في نفس الوقت بكاميرتين صح كده؟ اربع كاميرات مش اثنين. اربع كاميرات بيكون في التوقيت ده اربع كاميرات. في كاميرا ورا الجون متثبته بريموت. ايوه دي واحده. في كاميرا بتبقى وايدي فيها ثلاثه. في كاميرا بتكون عليها عدسه اسمها يعني 300 بتجيب من بعيد. لما بيقربوا اكتر فبيبقى ال 300 بتبقى خلاص مش متاحه معايا فبنزلها وبطلع عدسه ثانيه اسمها 70 200. في اوقات ممكن يقربوا قوي مني فلازم اروح تبقى خلاص برضه ماشي لازمه فرفرف يعني عدسه بس عايز اقول دي دقه شديده جدا منك لان انت مش بس جايب اللقطه انت جايب اللقطه والاداء يعني صح. انا شايفه هنا تكنيك ابو جبل حتى تكنيك ابو جبل اتفضل يا كابتن هشام برضه عايز يعلق يعني قليل لما الناس تاخد بالها من الشوط ده تكنيك ابو جبل في الصده رجليه الشمال على الخط عشان ما تتعدش وفي نفس الوقت عينه على الكوره ورايح في الزاويه فده برضو يعني انت عملت فيلم صغير قصير في اللحظه دي بالصوت بتاعك يعني بالصوره بتاعتك. انا يعني بص طبعا الحمد لله بشكر ربنا طبعا على الرزق ده. طبعا هو طبعا توفيق ربنا اخيرا المكان اللي انا كنت واقف فيه يعني انا بس يعني لو كان ابو جبل صد الكوره الناحيه الثانيه انا كنت الدقه هتبقى مش قوي لكن الحمد لله لحسن الحظ ان هو جه الناحيه اللي انا واقف فيها ناحيتي فيعني ظاهر كانه هو رايح لي انا الحمد لله يعني انا ايه انا في الحالات دي بكون بلعب على الكوره دي. انا عارف ان ابو جبل يعني متميز جدا في صد الحاجات دي واكثر من مره يعني عملها فكنت بركز معاه هو حتى طيب. انا ما كنتش مركز مع اللي بيشوط اكتر لا انا كنت يعني مركز كنت بركز مع انت طبعا ما كنتش متوقع انه انت وانا الحمد لله عملتها قبل كده. ايوه عملتها قبل كده الحمد لله في 2017 ساعه لما حسن العظيم عصام الحضري صد الكره بتاع كوت ديفوار سوري أيوة. بتاعت بوركينا فاسو وانا اخدت تقريبا نفس اللحظه دي وهو بيصدها برضه فانا ببقى ضربات جزاء 17 يعني بركز مع الحارس
لما بكون عارف ان هو يعني ممكن ان شاء الله يكون في سبب ان هو يعني خضها يعني. طب انا متفائله بيك جدا يا استاذ فريد، عارف ليه؟ انت صورت برضو منتخب مصر وحارس المرمى اتصاب واخدنا البطوله ده في 2017. ايه ده ايه ده ايه ده مظبوط صح. لا هو اللي حصل كالاتي، انا عشان خاطر بصور البطوله دي يعني متعاون مع الكاف، فانا فدي اول بطوله اول ماتش اصوره يعني لمصر. أيوة. فده اول ماتش اصوره يعني امبارح، فاول ماتش اصوره اتصاب الحضري. يعني ده اول ماتش تصوره يعني، انت ما صورتش في ما صورتش ماتش السودان ولا للمنتخب ولا غينيا بيساو نهائي، انا عمال اصور بس الجزائر. انت وشك حلو بقى، خليك بقى روح المغرب ساعة البطولة. دي انت بقى تروح ماتش المغرب انت موجود فيه هتصور في ماتش المغرب. اتصاب السناوي ودخل مكانه ابو جبل. في 2017 برضو اول مباراه صورها كانت مصر ومالي، اتصاب احمد السناوي ونزل مكانه ابو جبل الحضري. الحضري وبرضه شاء القدير ان برضه طريقنا كان المغرب لما كسبناهم برضه في الدور. أيوة صح. جول كهرباء وصلنا النهائي ان شاء الله. صح جول كهرباء ناخد البطوله باذن الله ان شاء الله بقى المره دي. خلاص يعني هل عندك اي كواليس عن ماتش المغرب تحضيريه 2007؟ لا والله للاسف مش متابع انا يعني في التصوير بس. بس انت في 2017 كنت موجود برضه في ماتش المغرب. لا للاسف 2017 صورت حضر ماتش المغرب بتاع كهربا. ايوه كهربا اللي هو اول هزيمه للمغرب يعني نكسب عليهم حاجه من 30 سنه. فكنا عقده يعني سنين من 30 سنه نكسبهم. 30 سنه يعني انا بجد اتفضل عايز تقول حاجه؟ اتكلم على الصوره دي بتاعت ابو جبل. انا يعني الحمد لله سعيد الحظ جدا الحمد لله ان هو ربنا كرمني، والحمد لله يعني صورت الصوره من 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 زاويتين مختلفتين، ودي بتبقى يعني صعبه بس الحمد لله انا متدرب عليها. ما هي دي الزاويه الاولى والزاويه الثانيه الحقيقه الصور حلوه جدا. يعني برضو بالمناسبه ده خلاني ما اقدرش اخد حاجه تانية. يعني انا تركيزي طبعًا على حاجه زي دي خلاني مثلا ما اقدرش اخد الفرحه لما محمد صلاح طلع على كتف ابو جبل. أيوة فهي بتبقى ايه شارلوت ريز طبعا. انت هنا في حاجه تاخدها وحاجه لا انت خدت الحاجه الرئيسيه طبعا. ده مبسوط بيه طبعا يعني الحمد لله يعني. أكيد يا رب انصرنا ان شاء الله يكون وشك حلو عليهم يا رب كده. المصور فريد قطب بشكر حضرتك شكرا جزيلا، ونتمنى ان شاء الله نشوف صور دايما كتير حلوه. هنكمل معاكم يعني قبل ما اروح فاصل، تعالى بقى ايه فنان هشام اسماعيل. أيوة. برضو عشان الناس تبقى عارفه يعني هو فنان اصلا، لكن هو النهارده دوره حابب يعيش انا بحب الرياضه قوي والله بعتبرها جزء من الحياه. دي انا عايزه تعليقك بقى عليها. انا ابو تريكة انا بحب محمد صلاح موت، وهو أيوة. من الذكاء انه اختار يشوط اخر ضربه، وهو صلاح مره شفته بيتكلم في حوار مع استاذ عمرو اديب قال له انا بقرا الماتش وبشوفه قبل ما يحصل، فهو كان قاري ان ضربات الجزاء هتوصل لاخر ضربه، فقال انا هشوطها ويا رب نكون بقى اكيد بقى في ذهنه انه ايه نكون ضيعه واحده اتنين هو اللي يحسم الضربه. طبعا فكان محضر هو الجاريه دي، ابو جبل عمل الشوط ده استناه ان هو يشيله، فهو كان شكلها حلو قوي ان صلاح ده يعني هو سبب الليل يعني هو طبعًا. فوق بقى بس كمان كلها. عارف عايز اقول لك ان دول سبب النصر اعتقد يعني. انه هي من الذكاء اختيار صلاح انه صلاح هو اللي يشوط الضربه طبعًا. الاخيره طبعا الخبره الثقه ما عندوش القلق يعني عنده احنا عندنا كمان عندنا كمان الصعبة. صحيح وعندنا كمان كتير. احمد سيد زيزو ده يعني احسن مسدد ضربات جزاء طبعًا. يعتبر في العالم يعني ما شاء الله. وزيزو بدا اول واحده، فهو صلاح حتى شاور قال له زيزو انت الاول فقال له طبعا وبتاع. فصلاح حتى لما احتفظ بالضربه الاخيره تحس ان صلاح دايما شايل لنا الفرحه الكبيره يعني. اكيد لسه هنرجع نتكلم بقى على السليه ومحمد عبد المنعم واحد واحد بقى هنكمل كلامنا بقى عليهم وهنكمل الكلام معاكم كمان. عايز اسال الفنان هشام اسماعيل لان انا شفته في اللقطات الاولانيه اللي عرضناها في الاول كان بيعمل حاجه في الرياضه يعني بيمثل حاجه ده كان مسلسل او حاجه. انا عملت حاجات رياضيه عمل حاجات رياضيه كتير هنعرف منه حاجات كتير، وهو على فكره جاي لي من التصوير على فكره بيحضر حاجه للكبير يعني هترجع فزاع هو الكبير السادس ده ان شاء الله ربنا يكرمنا السادس. فيه باذن الله الجزء السادس نكون هتجيب جول يعني يا رب جميعا بقى كل الافراد الفريق هتغلب كيروش يعني في لا احنا عندنا ميكي بقى اجمد من كيروش نفسه ميكي اجمد من كيروش. هنرجع نكمل معاكم في التاسعه في ضيافتي الليله نحن مع منتخب مصر مع الفرحه وبتعليق
فني كروي الفنان هشام اسماعيل يكمل معي الاستوديو التحليلي في التاسعة. أرجوكم ابقوا معنا. يعني فزاعة لما يغني بقى انتوا عارفين يعني مزاريتا جود تالنت دي فزاعة اثبت مواهب جبارة بيسمع مواهب جبارة يعني. طيب انا هرجعك لاستوديو التحليلي تاني وهسألك بقى على يعني لما شفنا لاعب الكوت ديفوار لما دخل الركلة بتاعته واتصدت والله انا شفته كده انا شاور يعني الناس كده قلت له يا عم بطلت الحاجات دي انت بتكلم مين؟ بيكلم الهوا بيحارب طواحين الهوا اصلا الجماهير قاعده كاميرونيه يعني القاعدين مصريين كلهم اربع خمس تنفار اصل الكاميرونيين لو خدت بالك هم بيعشقوا صلاح طبعا العالم كله يعني انا كنت في كاس العالم في روسيا الروسيين يمشوا يقولوا صلاح صلاح بيموتوا في صلاح فالكاميرون الكاميرونيين قاعدين صلاح تجي له الكوره عامل زي نجم الحفله كده اي لمسه منه ايوه شغالين منه فبيشجعوا مصر بحب شديد عشان صلاح يكسب يعني ايوه صح فهو مشاور لهم ايه اسكتوا بتاع فقلنا يا عم البطل الحاجات دي بتسكت اهل الكاميرون يعني انت بتسكت الكاميرونيين ليه انت بتسكت اهل الكاميرون اصحاب البيت يعني وبعدين هتيجي على دماغك الحاجات دي وحشه يا ابني الحاجات دي وحشه اخرتها وحشه طب انت ايه رايك قالوا احنا لما كسبنا احنا كسبنا الافيال بس كمان لو دخلنا على هنكسب ايه اسود الاطلسي بقى المغرب اسود الاطلسي وبعد اسود الاطلسي اسود الكاميرون بقى ان شاء الله فاحنا شغالين مقضينها بقى حيوانات مقضينها اسود في افيال في افيال كده طيب انت شايف انه كيروش كان اقل من مستوى المنتخب ده كلام بقى جد استوديو تحليلي بجد استوديو تحليلي بجد بقى, بجد بقى. انا بصراحه كراجل يعني مواطن يعني متابع الكره من صغري جدا جدا بقول لحضرتك انا بتفرج على المنتخب سنه 84 من اول كاس امم افريقيا في 84 في كوت ديفوار اللي كسبنا فيها كوت ديفوار 2-1 ايام كابتن طاهر ابو زيد فانا بتابع وبحب جدا دايما بميل للمدرب المصري المتوهج يعني لما كان كابتن جوهري في عزه بميل ليه انا بميل لكابتن حسن شحاته كسبناها ثلاث مرات كابتن حسن شحاته وكابتن خدناها كم مره سبعه خدناها سبعه ثلاثه منهم مع كابتن حسن شحاته ثلاثه ورا بعض ومره مع كابتن جوهري ايوه فانا دايما ميال للمدرب المصري كنت حابب كابتن حسام حسن ياخد فرصته من بدري يشتغل مع اللعيبه براحته من نوع برده اللي عينه كويسه بيطلع مواهب شابه وبرده فكره المحترف ما هو معانا المحترفين بس بحس ان الاجنبي بيميل للتشكيل المعتمد على المحترفين بس ايا كان مستواه طب انت شايف ان كيروش صلح بقى نفسه وادواته كله كبيرة. في المباراه دي هو نفس التشكيل ما غيرش قوي بس وظف اللعيبه في اماكنها المظبوطه واللعيبه كان عندها روح وطاقه انا بشوف ان هم قعدوا واتكلموا مع بعض وبشوف ان هم شافوا السخريه اللي حصلت جالهم طاقه استنفار كده عايزين نلعب بقى بطاقتنا ورجوليه ونقدم احسن اداء عندنا لكن هو الراجل برضو وظف في اطار المتاح لكن كفكر انا شايفه كفكر خلاق يعني بيعمل كره مبتكره لا مش عنده بيعمل التقليدي يعني تيجي كده نمسك المنتخب يعني اتفضلي يا فندم يعني مثلا محمد عبد المنعم كان متالق انا محمد عبد المنعم اكتشاف هايل طبعا يعني يحسب لكروش ما قلناش حاجه بس هو الولد برضو من ابناء يعني النادي الاهلي ومتمرن يعني عنده فكره التكتيك عالي من الاصل يعني بس هو في اعاره لنادي اخر لكن هو الولد كويس بس طبعا برافو عليه ان هو قدر يصمد في بطوله زي دي وبرضه ميزه كاس العرب برضه شكلي هشكر في كروش في الاخر ميزه كاس العرب ان هي شكلي ارجع في كلامي راجل بس هو فعلا مش مبتكر هو مش مبتكر هو تقليدي يعني او ساعات بيجرب في حاجات مش مفهومه او يمكن بيخفي اوراقه خد بالك هو بيميل للمحترفين بقى يعني انا بقول لك كده لما جيت الاجنبي فاكر لما الناس قالوا تريزيجيه وعنده اصابه رجع 8 شهور ما لمسش الكوره هو كان وقتها قال لك ايه محترف يعرف يتصرف احس ان ده برضه غريب شويه ما كانش في اجاده في الماتش ده وقتها ولا زال تريزيجيه ما استعادش مستواه يعني بس هي الفكره انه طبعا دي غصب عنه دي 8 شهور اصابه ما لمسش الكوره رباط صليبي لكن فكره ان انت قدمت وجوه جديده ممتازه اكتشفتها في كاس العرب اللي كانت ميزه في الموضوع ده يعني انا معجب جدا بعمر كمال عبد هي لا الكره اللي بقول عليها دي الكيرف ده اللي هي اللي بنسميها في البلاي ستيشن الار 2 دي مش عايزه تيجي لسه مع تريزيجيه يعني السنس ما جاش لان لسه بقاله فتره ما بيلعبش بالعرض بقى تريزيجيه اي حد جاي بالعرض مقابل بيبقى فاضي بس ايا كان الفكره انه الاعتماد على اللعيبه الجديده في كاس العرب اكتشف لنا محمد عبد المنعم وعمر كمال عبد الواحد واكتشف لنا مراكز يعني ايه اعيد توظيف زي عمر كمال ده كراجل مهاجم رايت فبقى باك رايت يعني فبرضه مفيش مانع ان كروش قدم وجهين جديدين مفيش مانع عمر كمال ومحمد عبد المنعم وبشكرهم انهم مقدين احسن اداء عندهم بصراحه زيزو كمان زيزو عظيم زيزو عنده خبرات افريقيه زيزو عنده شغل جامد انا كنت بميل لفكره برضه يعني دايما نظريه الاهلي والزمالك يبقوا كتير في المنتخب ليه يعني واحد زي طارق حامد وقفشه برضه انت كده هتزعل صلاح تاني لا مش هزعل صلاح انا بس بتكلم فكره اللي بزعل كيروش انا بحب صلاح مش عايز اقدر ما اقدرش ازعله فكره الاعتماد على عندهم خبرات افريقيه يعني قفشه في اسوا احواله طارق حامد في اسوا احواله
ورقه رابحه معاك، عنده خبره افريقيه، بينزل شايف الملعب بسهوله، مش هايب الجماهير دي، مش هايب الماتشات دي، مش مخدود. طيب انت دلوقتي بص كده على الشاشه هنا، ده مرموش. ومرموش انت عارف محترف برضو، اكتشاف برضو. اكتشاف اكتشاف برضو كيروش. وطبعا كيروش محترف في شتوتجارت الالماني، بس برضو ايه اخد مع الجماهير يعني. بقيت انت ايه، هقول لك ازمه مرموش ايه. ازمه مرموش انه مش طالع من الاهلي او من الزمالك، فما عندوش شعبيه قوي مع الناس. محتاج فتره طويله زي صلاح كده، كان طالع من المقاولين العرب، لكن صلاح ما شاء الله لا قوه الا بالله. بس خلاص اتعلمنا يعني، احنا يعني اتعلمنا الدرس ولا ايه؟ ما بنشوفش الدوري الالماني قوي، احنا مالوش شعبيه عندنا قوي. حتى مش مشهور، شتوتجارت ما هوش التوب مثلا في المانيا. انت عندك بروسيا دورتموند وبايرن ميونخ مثلا الاشهر، فشتوتجارت مش برضو مش واكل معانا كمشاهدين. فمش الولد ما عملش شعبيه معانا. لكن على فكره بعد الحلقه دي هقترح على زميلي كريم رمزي، انت لازم تيجي حلقه رياضه بجد، فقره رياضه كوميديه. طيب انا جبت لك الصوره على فكره بتاعت الواد اللي كان سيقال. سيقال الجلاله يا عم، قلت له يا عم يا ناقصك يعني، وجه له عايز تقول له ايه؟ بقول له يا ابني دي جماهير قاعده كاميرونيه بتكلم مين، وافرض ان هم غلوشوا عليك وانت جبت يعني، وانت اول واحد يجيب ضربه جزاء في العالم، ايه الاعجاز اللي انت عملته؟ طب انا عايز اسالك سؤال فني وانت فنان، هذه اللقطات يعني قد ايه هل ممكن اللاعب يتعلم منها وما يعملهاش تاني؟ ما يقدرش. ليه؟ لان هو بيبقى عليه ضغط عصبي رهيب وهو داخل اول ضربه، والجماهير عماله تغلوش تقول ايه ويا وبتاع، فهو بيعبر عن اللي هو ايه، انا ارتحت جبتها، فبيعبر عن الرياكشن ده اللي هو ايه، محدش يتكلم انا جامد وجبتها بص وبتاع وخلاص، هو رد فعله وخلص. هيتكرر في كل ماتش هيلعب فيه الضربه دي برضه، ضغط عصبي على اللعيب. هل هو عمل ده مع عصام الحضري قبل كده؟ لا مش هو ده عملها تقريبا دروجبا مع عصام الحضري في 2008. عملها في 2000 يعني، في 2006 او 2008 مش متاكد، بس 2006 لعبنا ضربات جزاء مع كوت ديفوار، لعبنا ضربات جزاء معاه. وفي 2008 الحضري بقى جننه. ليه؟ لان كله في ماتش السيمي فاينال مع كوت ديفوار كسبناهم 4-1 طبعا. كل كان دروجبا توب في افريقيا ورقم واحد في العالم. صحيح. يعني من افضل 10 2 3 لاعبين في العالم. فدروجبا كل كره يلعبها الحضري يطلعها، فقال له بقى في ايه، وما مسك العارضه قاعد يخبط راسه فيها. مسك الحضري انت اللي هو عايز يمسكه، هو مسك العارضه قاعد يخبط راسه كده هيتجنن يعني. طب يعني برضو الصوره بتاعه اللعيب بتاع كوت ديفوار دي اللي انا بسالك عليها بشكل فني، يعني اللعيبه هنا عشان الضغط العصبي، الضغط العصبي. طب ما انتوا الفنانين احيانا بتبقوا تحت ضغط عصبي، بس انت لو انت مكانه وانت فنان وعملت مره كده للجمهور تتعلم الصوره، تعلمك انك ما تعملهاش تاني؟ لا ولا برضو الفنان مش الفنان بالخبرات. هقول لحضرتك حاجه، انا مثلا في عروض مسرحيه ايام بيبقى العرض حلو جدا ومستمتعين بيه كلنا، والجمهور قاعد ما بيضحكش، فبخرج بيبقى عليا ضغط عصبي اللي هو، فلازم هتكلم اقول حاجه، هما ما بيضحكوش ليه؟ هو في ايه؟ بيتكلم الانسان نفسه، بيلاقي حاجه عبر بيها عن غضبه او الضغط العصبي ده، لكن صعب ان اطلع اقول للجمهور انا شغال في المسرحيه، اقول لهم ايه؟ ما تضحكوا بقى، انطقوا كده، اقول هو بصوا بقى انا جامد، ما حدش يتكلم، مش هينفع. اكيد بيبقى في رد فعل مخالف يعني. طب بص للصوره دي. هي دي، هي بتاعت العارضه دي، هي دي بالظبط. شفت الفريق بتاعي؟ لا فريق عالي عالي، فريق جامد. هو كان ود يمسك الحضري، يمسك الحضري من هدومه يا اخي، انتقل فيا بقى. طب دي كانت سنه كام؟ 2006. فين دي؟ عندنا في مصر في كاس العالم الامم 2006 في مصر. انت كده نجحت في انا حضرت النهاردة. حضرت الست ماتشات بتوع مصر في الامتحان، حضرتهم في الملعب. ففي 2006 وهو راح ماسك بقى مسك العارضه يا اخي تقيل فيا بقى هتجنني. بس بتبقى لقطات حقيقيه وحيه ما بين اللعيبه طول الوقت. على فكره اللعيبه بيعملوا حاجات زي يعني رياكشنات ممثلين احلى من الممثلين لما بيعملوا مشاهد رياضيه. يعني انت مثلا لو انت بتمثل ده انت عايز تستدعي ما اقدرش بقى نفسك ده. لازم استدعي الماتش كله ال 90 دقيقه بالحاله، محطوط في الحاله دي بالظبط كده، بيطلع رياكشن مش متوقعاه. ممكن واحد يضحك جدا مثلا من الغيظ، واحد يوم ما خبط راسه في الارض، واحد يسجد. بص النظره يعني اللي هو بيسكت الجمهور ايده مع عينه، بس عايزه لقطه المخرج يعني. في لعيب يعني من عندنا المخرج هيوجهه باللقطه دي. هو يعني بيتكلم مين يعني؟ بيتكلم 30,000 واحد يعني. هو بعتها لنا احنا يعني. عندنا لعيب مثلا اعتقد انه عبد المنعم دخل شوط سجد قبلها، رغم انه في العادي بنسجد بعد. صح. هو خلاص الضغط العصبي هيجننه، يا رب اجيبها، نزل قال يا رب اجيبها. ويمكن لحظه السجود اول مره حد يسجد قبل شوطه. ايوه، والناس معاه يعني كانوا حاسين انه ايه، ربنا هيكرمه. الولد ضغط عصبي رهيب عليه يعني. دي حقيقه. طيب ما تيجي كده ندي ارقام لل 11 لعيب. يلا بينا. يلا قول لي بقى اعلى رقم. ده شغل الاستاذ حسن المستكاوي ده. طبعا يا سلام. ما عملتوش في حياتي. فرصه نحيي استاذ حسن المستكاوي. حط لنا اولا، انا عايزه منك حاجتين، هنحط ارقام وهنعمل تشكيله المنتخب للمغرب. كيروش بقى سمع كلامنا وخدها. ما خدهاش. يبقى احنا عملنا اللي عليه. تشكيله ماتش المغرب دي قدامك اهو، هقلب فيها جامد. اتفضل اديني ارقام. هتبدا بمين؟ عمر مرموش 7،
مرموش 7 7 من 10 طبعا 7 من 10 كل 7 من 10 بقى مرموش اخذ 7 ومصطفى محمد 6 انا هقول لك وانت حجازي ياخد كام؟ حجازي 9 9 الدفاع كله هياخد تسعات عندي مصطفى محمد مصطفى محمد 6 6 6 ماشي محمد صلاح محمد صلاح 10 10 النني 10 النني 10 عمر كمال 9 عمر كمال 9 السلية 9 السلية 9 عبد المنعم 8 عبد المنعم 8 شوية ماشي حمدي فتحي 8 حمدي فتحي 8 النني فتوح 9 والنني قلنا 10 النني قلنا 10 فتوح 9 فتوح 9 9 الشناوي 10 الشناوي 10 ابو جبل بقى لما نزل 11 11 من 10 11 محمد شريف محمد شريف ما لحقش لم يختبر يا سمو لم يختبر يعني اتخبط يعني محمد شريف مش هتدي له رقم يعني هيبقى ظلم ليه 7 مثلا هيبقى ظلم ليه ما لحقش يختبر لم يختبر استنى ما انت مدي يعني تريزيجيه نزل واختبر انت مدي مين 6 مصطفى محمد مصطفى محمد مديله 6 خد فتره طويله في الماتش وما اداش الدور المطلوب منه لكن شريف يعني انت تديله 7 اللي هو لم يختبر ما هو لم يختبر مصطفى محمد تديله 6 ما هو شريف ما جالوش فرص حقيقيه يلعب منها تريزيجيه جاله يعني تريزيجيه اديله 5 تريزيجيه 5 5 لانه جاله فرص كتير جاله فرص كتير في وقت قصير ما نفذهاش تريزيجيه ياخد 5 كيروش كيروش ياخد 8 اصابه شريف اهي لا شريف ما لحقش يعمل حاجه يعني نزل الكره لسه فعلا. بيشترك فيها وكان ليه فرصه خطيره وحيده يعني وتصدها الجون واتخبط يعني. على طول طيب زيزو لا زيزو ده حبيبي اديله 8 حبيبك 8 معلش عشان ضربه الجزاء بس هو ما لحقش يعمل حاجه في الماتش شوطه كده وجت تصد كيروش ياخد كام كيروش ياخد 8 يعني عشان حاطط التشكيل في مكانه عادي يعني هو وزيزو يعني فاذا اللي واخدين 10 محمد صلاح والنني والشناوي وابو جبل واخد 11 واخد 11 واخد يعني واحد واحد بلس كده مستوى رفيع واخد مستوى رفيع طيب تشكيله المغرب تشكيله المغرب هو الشناوي لو سليم هيبدا بالشناوي طبعا الشناوي لو سليم طبعا لو مش سليم ربنا يشفيه مش سليم هيبقى ابو جبل طبعا مفيش غيره خلاص ده واخد 11 عندك فطبيعي انت هتنزله طيب. انا فكره عبد المنعم في ماتش المغرب مش حاببها يعني كل التشكيل هو الموجود كل التشكيل بس عبد المنعم ما بقاش موجود انت كده بتغير عايز اغير يعني عايز هتجيب مين طيب هحط زيزو قدام يعني هرجع هتغير الخطه اللي هرجع حمدي ده المصريين تعبوا مع كيروش في الخطه لا دي لا هرجع حمدي ورا شويه يعني هرجع حمدي ورا شويه والنني ورا شويه اللي يبقوا اتنين كده وعايز السوليه وزيزو يبقوا مع الثلاثه الهجوم انت عارف ان هو في وسط الشوط الاولاني الناس كانت بتتلخبط هو ده رايح فين وده جاي منين وده ما طلعش وده طلع قدام يعني طيب. مفيش خلاف على عمر كمال وحجازي وفتوح ثلاثه دول قدامهم حمدي والسوليه او النني حمدي والنني احب السوليه يبقى قدام شويه السوليه في الهجوم انت افضل كده 3 3 4 3 2 اهم هطلع ما بعرفش اعد في الاخر 3 و2 اهم حمدي والنني يعني فتوح وحجازي وعمر واثنين قدامهم حمدي والنني ادي 5 يا رب اكون بعرف اعد وقدامهم السوليه دي 6 وعايز زيزو بقى يكون في الحته دي ايه يعني موزعاتي كده ماشي بيتحرك حر كده في ناحيه اليمين مره ويروح من الشمال مره يبقى مربك بحيث انه يفضي صلاح وطبعا مصطفى ومرموش قدام بس انا برضو مرموش ما احبوش يقعد كتير في الماتش ده يعني ايه يدخل في الاول ويتغير المغرب ورا عندهم دفاع قوي جدا عايزه جته يعني ما اعرفش الجته دي نجيبها ممكن شريف لو كويس شريف سريع وبرضه يشاكس في الحكايه بس يبدا بيه ما اعتقدش يبقى تغيير برضه مرموش هيبدا بيه اصل خلاص ثبتنا التشكيل للاسف يعني ثبته مش هيغير مش هينفع يلعب فيه كتير انا بقول لك بس فكره انه زيزو بدل عبد المنعم يبقى فيه بس هجوم من قدام شويه بحيث يقلل الضغط على من المغرب المغرب بتضغط ضغط مرعب فلما الدفاع يبقى كتير ورا مرصوص طب انا سؤال بقى يعني فكره انه قفشه ما لعبش زعلان لا مش مزعلاني قد ما هو ورقه رابحه كان ممكن استفيد منها طارق حامد كان ممكن ينفعني في ماتش المغرب طبعا ورقه رابحه اللي هو فكره ان السوليه عندي مثلا الجانب الهجومي عنده اعلى فوق يطلع لقدام هو حمدي فتحي مثلا قدراته الدفاعيه حلوه وكل حاجه طارق خبرته اقوى مثلا طارق ينزل كان يعمل مكنسه يعني اللي هو ايه بيرزع هنا وهنا عنده خبرات التعامل مع الماتشات دي انما حمدي ماشي كويس جدا برده رمضان صبحي برده مهم جدا ما بيستغلش خالص وشايف ان هو ورق رابحه ممكن يروح في المغرب ورق رابحه يا ريت ينزل يكون بديل زي تريزيجيه ما خد الفرصه ياخد الفرصه هو مكان مرموش لو تغيير حتمي يعني يعني مهم برده في الحته دي انما انا احب ان زيزو يلعب ماتش زي ده زيزو ما شاء الله صحته كويسه قوي فكره التسديد يعني فرصه عندنا اوبشن منه تسديد كويس بشوت كويس
وحر بقى هيبقى يدينا حاجه حلوه قوي. ساعة ضربات الجزاء كنت متوقع ان زيزو يبقى اول واحد؟ قلت يعني قلت لو زيزو اللي ما بداش يبقى كروش ده ما بيفهمش حاجه. كنت متوقع ان صلاح ده لازم ده صلاح لا ما توقعتش صلاح اخر واحد. اتمنيتها ان تبقى اخر ضربه صلاح. انت عارف ان في ناس تخيلوا زيزو صلاح في النص. انا قلت صلاح تاني واحد يعني قلت زيزو صلاح تاني واحد بحيث ان صلاح ما ياخدش الصدمه بتاعت لا قدر الله وضيعنا ننهار، لان صلاح لو ضيع هننهار. لا طبعا لو كان اول ضربه وضيع، انما زيزو بيخش يحطها في يمين هي نفس الزاويه صاروخ عارفينها. ايوه فقلت صلاح يبقى الثاني. وزيزو متدرب متخصص ما شاء الله عليه يعني. ونفسي ياخد فرصته بقول لك في الماتش ده، لانه الماتش ده عايز قوه وسرعه ومهابره، لان المغرب سرعتهم رهيبه وقوتهم كمان البدنيه عاليه قوي. أيوة. شفت ماتشهم مع غينيا مع الاخراني اللي كسبوه 2-1 اللي هو ايه؟ انا بقيت بنسى كبرت في سن بخرف. اخر ماتش بين المغرب اللي كسبوه 2-1 اللي هو كانوا ملاوي لعب ماتش حلو قوي 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 وعندهم كاسح. توقعاتك هنلعب ايه بقى؟ هقول لحضرتك هنلعب في الشوط الاول ايه والتاني. ما خوفكيش خوفنيش خوفكيش. مصر كعبها عالي على كوت ديفوار، كل ما نقابلهم نكسبهم بقالنا 45 سنه بنعمل فيهم كده. ايوه بالظبط. فالمغرب العكس كعبها عالي علينا. احنا كسبناهم 3 مرات بس في حياتنا. يعني في 2017 كان فرق الزمني بين الماتشين 30 سنه. صح. هم يا بيتعادلوا معانا يا بيغلبونا. فخلينا نلعب في المنطقي والواقعي. لو كسبنا ان شاء الله، لو كسبنا هتبقى الواحد صفر الجميله وننام عليها. وعايز نجيب يعني ننزل ندافع ولا ننزل نهاجم؟ لا انا رايي ننزل ندافع. ننزل ندافع. نزهقهم من الكوره شويه بحيث يفقدوا الامل، ان هم بيلعبوا بضغط عالي جدا وبيتحركوا كتير قدام. فلو دفعنا وزهقناهم شويه من الكوره قد يعني يهدوا شويه، نبدا احنا نمسك كوره بقى ونتحرك ويبقى في امل. هيبقى في امل في التعادل. ممكن نعمل ايه؟ توقعاتي تخلص 1-1 ونكسب بضربات الجزاء يا رب. مين يلعب ضربات الجزاء؟ انا هم كانوا حلوين. لو عبد المنعم لعب برضو يجيبها، كان لطيف وابن حلال يعني يجيبها كويس. زيزو يعني حبيبنا ما يضيعش ان شاء الله. صلاح برضو، بس صلاح يبدا بدري شويه عشان مش هنستنى للاخر والنبي. يعني على فكره انا استمتعت بيك جدا. الله يكرمك. على فكره محلل كروي رائع يعني بهري مع اللي بيهروا يعني. يعني اشتغلنا برضو شويه، عملنا شويه شغل حلوين. عملنا شويه شغل زي الفل. طيب انا خلاص، انا هات الكابتن لو سمحت، هات الكوره. يا فندم هات الكوره. معايا كوره؟ اتفضل. هاتها بقى خلاص. شكرا. اتفضلي يا فندم. انا عايز اسالك كفنان هشام اسماعيل، انت احنا جايبينه من رمضان على فكره، هو بيشتغل في مسلسلات رمضان الحمد لله. فاحنا جايبينك من ايه بقى؟ من الكبير السادس والاختيار الثالث. طلع ايه في الكبير بقى؟ طلع فزاع برضه. فزاع. هتعمل ايه فزاع؟ يعني بقى عاملين شويه حاجات يعني افكار جديده للحلقات كده. في حاجات حلوه كتير لذيذه ان شاء الله وبامر الله كلنا نضحك وننبسط. في حاجه؟ في اصناف جديده بقى، يعني في مفاجآت للناس جديده. في كلها جديدة. حاجات جميله والله ان شاء الله. طيب وفي الاختيار بتعمل ايه؟ بعمل شخصيه قيادي من قيادات الجماعه المحظوره السابقه. طيب ماشي. مش هنحبك على فكره يعني، بس هنحبك. تمثيل. ما في حد ممثل يقول لك ايه؟ طيب ما هو مين هيعمل ادوار الشر؟ بالزبط. ما احنا برضو لازم نعملها يعني. واستاذ محمود المليجي الناس بتموت فيه. أيوه وراجل بالزبط. شرير طول الوقت، بس راجل بتموت فيه. بالظبط. الحمد لله. الفنان هشام اسماعيل انا بجد استمتعت جدا. انا اللي اتشرفت. ضحكتنا في هذا الحوار أنا الجميل. انا اللي اتشرفت يا فندم. وبجد انت لازم تعمل اي حاجه رياضيه. مره لازم. عملتها سافرت كاس العالم في روسيا، عملنا برنامج رياضي لذيذ كده مع الناس في الشارع هناك، كان لذيذ. لازم. انا يعني عايزه الكلمه الاخيره منك، عايزاك قبل ما انا اختم هتبص للكاميرا وهتكلم منتخب مصر اللي بيستعد للمغرب، هتقول لهم بسم الله الرحمن الرحيم؟ عايز تقول لهم ايه بقى؟ هم هيبقوا سامعينك. يا رب. انا بقول لهم انتوا كنتوا رجاله وفرحتونا كلنا ونسيتونا موضوع الاهلي والزمالك والانتماءات للانديه، وزي ما صلاح قال فعلا احنا كنا في حاله سيئه جدا في فكره الانتماء للانديه. احنا دلوقتي ملتفين كلنا حوالين منتخب مصر. العبوا لعبكم اللي لعبتوه الماتش اللي فات وكنتوا هايلين، وكتفنا كوت ديفوار اللي هي تعتبر من اقوى فرق البطوله. المغرب ان شاء الله برضو فرقه قويه، لكن انتوا تقدروا بالرجوله والتركيز، وباذن الله ربنا يوفقنا ونخلص الماتش بدري ونجيب سكور كمان يا رب. بس يا رب. اهم حاجه تحافظوا على الرجوله والحماس، مصر كلها مستنيه تفرحونا. كيروش اللي اديته 8/10 تقول له قول يا حاج كيروش يا استاذ كارلوس الله يهديك ويكرمك، ما تلعبش في التشكيله بطريقه غريبه، خليها في المحدود واسمع كلامي، نزل زيزو بدري هننبسط. ايوه بالظبط. فنان هشام اسماعيل انا بشكرك جدا. ومنتظرينك في اعمالك الحلوه باذن الله يا رب. ده وقتنا انتهى في التاسعه، لكن يوم الاحد مباراه مصر، منتخب مصر والمغرب. انا شخصيا متفائله ان شاء الله نقدر نحقق حاجه. وقتنا في التاسعه كان حلو لان احنا اتدفينا بمشاهدتكم واتدفينا بان احنا حاولنا،
نعمل فقرات تعمل كده جو كده شوية وتقدروا تقضوا بيها يوم الخميس. هلتقي بيكم إن شاء الله الخميس اللي جاي، لكن غدا تكملوا التاسعة بإذن الله مع الزميلة العزيزة دينا عبد الكريم. مني أرق التحيات وتصبحوا على ألف خير.